المخدرات تهدد السلم المجتمعي في العراق هكذا حذر موقع المونتر الامريكي من تداعيات انتشار المخدرات في البلاد وتورط زعامات حزبيه وامنيه في المتاجره فيها حيث تستخدم عائداتها لشراء الاسلحه وتقديم الدعم لمواليهم المونيتور نقل عن صحفيين غربيين تاكيدهم ان تجاره الكبتاغون تزدهر في المناطق الغربيه للعراق التي تخضع لسيطره الميليشيات لا سيما ميليشيات حزب الله في ما تعتبر منطقه التنف الواقعه على الحدود السوريه حلقه وصل لنقل شحنات المخدرات بين المناطق الواقعه تحت سيطره النظام السوري ودول الخليج العربي. بعد مرورها باتجاه الأردن والعراق ولعل ضبط مليون وثمانمائة ألف حبة مخدرة بحوزة منتسب من الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار يعد مؤشرا على انتعاش تجارة المخدرات وتورط الأجهزة الأمنية فيها يبدو أن قدر العراق عبر موقعه الجغرافي جعله أكثر عرضة ليكون ممرا وسوقا للمخدرات حيث يشير تقرير صادر عن معهد نيو لاينز إلى تورط أفراد من عائلة الأسد وحزب الله اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه عبر العراق إلى دول أخرى خاصة السعودية وبقية الدول الخليجية وذلك باعتراف مسؤولين مدنيين وعسكريين الحدود الممتدة بمسافة أكثر من 94 كيلومتر مع الجانب الايراني من خلال شط العرب، اعلن هنا وبكل صراحه ان المخدرات التي تاتي الى البصره بنسبه 80% من الجانب الايراني. بصريح العباره بانه اغلب انه هذه هذه المخدرات انه تاتي من خلال الحدود العراقيه الايرانيه وهذا تحدثنا به وطالبنا. تتحدث تقارير شبه رسميه عن ان اغلب المواد المخدره تدخل العراق عبر الحدود الجنوبيه الشرقيه. وتقع النسبه الاكبر لمتعاطيها في المدن الفقيره وبين شرائح الشباب وخاصه فئه طلاب الجامعات والمدارس والعاطلين عن العمل مما يجعلنا امام ظاهره تدميريه تستهدف شباب العراق